بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا هاوي راي العائله تاعي، كنت انا ساكن فيها، عندي بنيات زوج بنيات، وعندي الزوجه تاعي. بنيتي منا من تحت الانقاض هيا، لا من تحت الحديد، تحت الرايه، من تحت الحجر هنا. ايوا راني داير دوموندات، واني جاري وشاقي والاخر وكاع. جات عندي لجنه وشافوا الوضعيه تاعي، ما كانش اللي يسكنها انسان، ما كانش يسكنها انسان، ولك تكني ما في لدي حيله كما قال لك الاخر. انا قاعد صابر الحيطان والحجره والحديد ما طاقوش يصبروا، هودوا عليا كما راكم تشوفوا يا عباد الله. هودت لي على الزوجه وعلى الوليدات هنا تحت، ربتهم من تحت الانقاض هنا يا بنياتي، راه في الحكومه حاليا. لا لا يزيد اكثر، قال لك كورونا ما كورونا. انا دروك وين بنقعد في السبيطار. السلام عليكم خوتي، كيما راكم تشوفوا بنتي راهي بين الموت والحياه هنا في السبيطار. الدار طاحت علينا كومبلي، قاعدين يقولوا لنا غير صبروا صبرنا حتى وين طاحت علينا الدار. واليوم راه يقول لك زيدوا صبروا، وراهي كان كورونا راكم تقولوا قعدوا في الدار ما تخرجوش، حنا ما عندناش دار وندخلوا. غدوه يخرجوني من السبيطار نروح للشارع. نطلب من السيد الوالي يشوف الوضعيه اللي انا فيها، يدبر علينا في اقرب وقت. حنا ما عندناش وين نروح، راني نقول لكم حنا رانا في الشارع.